جديدة من بروبرتي يورز رح منتبعها سوا اليوم، على أمل نرضي أذواقكم ونساعدكم على اختيار الشقة السكنية المناسبة بالإضافة للمكاتب والمحلات. حلقتنا اليوم تتضمن جولات جديدة بمناطق جديدة، وأيضا رح نستعيد فيها مشاهدينا جولات سابقة لنا بمشاريع سكنية وتجارية. منتابع سوا مع شادي. اوشن فيو بروجي جديد بمنطقه كفرح باب كسروان، بنايه مؤلفه من شقق سكنيه مفرزه للبيع، كل طابق شقتين وكل شقه بتختلف عن الثانيه بمساحتها وبسعرها. تتراوح مساحات الشقق بين 300 متر مربع وال 450 متر مربع مع منتفعاتهم اللي بتتضمن الأقسام المشتركة، الباركينج تحت الأرض، والستوريج روم يلي كمانها بتستعمل لدرايفر روم. شقة من جوا مؤلفة من 3 ريسبشن ارياز، تواليت للضيوف، مطبخ، 4 غرف نوم، 2 منهم ماستر. تراس تابع للطابق الأول وبيتميز بفيو صوب البحر والجبل. المطابخ بشقق الأوشن فيو مودرن، إلون كاونتر توب جرانايت، خزانات الخشب ضد المي وملبسين قشرة بي في سي جلوسي. تابع لإله كمان ميد روم وحمامة. بيتميز بروجي أوشن فيو بعدة أشياء، هاي إند فينيشينج والماتيريال يلي مستعملة فيه هاي كواليتي، بالإضافة لفيو صوب جبل أخضر ما بيتعمر عليه وصوب البحر. كل شقة تابع لها باركينج تحت البناية، بالإضافة لطابق زيادة باركينج تحت الأرض. ستوريج روم وجنريتر للبناية من 300 متر مربع لل 450 متر مربع مع منتفعاتهم بكفرح باب، ستارتينج برايس 1700 دولار بالمتر. أسلا 2465 بناية فخمة كتير بمنطقة الأشرفية ببيروت، برايم لوكيشن لهالبناية بوجه جامعة AUST قبل مستشفى أوتيل ديو، إلا مدخلين بالإضافة لمدخل تحت الأرض للبارك. ثلاث طوابق تحت الأرض للباركينج، وكل شقة إلا 2 باركينج. مساحات الشقة بأسلا 2465 330 متر مربع، مؤلفين من أونتري وثلاثة ريسبشن ارياز، كل شقة مجهزة بشوفاج وإي سي سنترال. المودرن ديزاين لهالبناية بخلي كل شقة تكون كاشفة ومطلة على مدينة بيروت. بلاتر خام بالأرض بوتيتشينو، ألومنيوم تكنال، ديكور جفصين بالسقف، بالإضافة لكنترول بانل لللايتينج على التاتش. خلينا نشوف المطبخ. المطبخ مجهز بخزانات خشب بي في سي ضد المي، كاونتر توب جرانيت جالاكسي، ايطاليان اكسسوارز، وبالاضافه لميد روم وحمامه. 4 غرف نوم لهالشقه، 2 منهم ماستر، وكلهم مجهزين باي سي سنترال، شوفاج والكتريك شاترز. بناية أسلا 2465 بناية كتير فخمة، كل الشقق اللي فيها كاشفة على مدينة بيروت وكل طابق شقة. جنريتر 24/7 للبناية بالإضافة لباركينج تحت الأرض. لوكجري ليفينج ب 330 متر مربع، 4 غرف نوم، 2 منهم ماستر. حالياً بالسوق ستارتينج برايس 3500 دولار بالمتر. جينا على منطقة بيت ميري قضاء المتن لنتعرف على بناية أندر كونستراكشن مؤلفة من شقق سكنية للبيع. الشقق مساحاتهم 285 متر مربع أو 295 متر مربع،
فينيشينج كتير فخم، في طوابق مع تراس وجنينة وطوابق دوبلكس. ميناية بيت مريم لبنت، سيراميك بالحمام، 4 غرف نوم لكل شقة. كل شقة ببناية بيت مري إلها فيو مميز بيطل على الجبل ما بيتسكر عليه. كل شقة تابع لإلها ستوريج روم تحت الأرض بالإضافة لاثنين أو ثلاثة باركينج. لكجيري ليفينج ببيت مري ب 285 متر مربع أو 295 متر مربع، ستارتينج برايس 2200 دولار بالمتر، والدليفري ديت آخر سنة 2013. شقة كتير مميزة للبيع بمنطقة الربوة وتحديداً قبل مستشفى سرحال على الطابق الأول من هالبناية يلي عمرها 10 سنين تقريباً. منشوفها سوا. الشقة من جوا كتير كوزي، مساحتها 225 متر مربع، فولي ديكوريتد بالجبسون بورد والخشب المسيف الفانجي. شقة مؤلفة من 3 ريسبشن ارياز، بلاط سيراميك بالأرض باب أول، سبليت اي سي يونتس بكل البيت، شوفاج. واكسي على بالكم سكر كيرتن جلاس. المطبخ واسع ولابق للمودرن ديزاين تبع البيت، مجهز بكاونتر توب جرانيت مع يوروبيان اكسسوارز، والفرن والغاز انكستري. ثلاث غرف نوم لهالشقه، 2 منهم لهم حمام مشترك، وحده منهم ماستر، ثلاثتهم مجهزين بخزانات خشب بالحيط. شقة الربوة بيميزها عدة اشياء: فيو صوب الجبل والبحر ما بيتسكر عليه، سنسرات ضد الحريق والسرقة بالإضافة لسيكوريتي كاميرا على المدخل، 225 متر مربع بالربوة، 3 غرف نوم وحدة منهم ماستر، ستوريج روم تحت الأرض بالإضافة لاثنين باركينج. شقة للبيع بمنطقة بصليم المتن على الطابق الرابع والأخير من هالبناية الجديدة. شقة مساحتها 240 متر مربع، مؤلفة من 3 ريسبشن ارياز مفتوحين على بعضهم بيطلعونا على بلكون لبرا. مطبخ بيتسلم حسب طلب زبون، تواليت للضيوف، وثلاث غرف نوم واحدة منهم ماستر بالإضافة لفاميلي روم بالنص. مواصفات هيدي الشقة بتتضمن شوفاج، انستليشن لسنترال اي سي كونسيلد بقلب السقف مع ديكور جبسين. طلعنا على الروف يلي يعتبر انتفاع حصري لهالشقة، مجهز بأحدث الطرق لمنع النش، ويستفاد منه لقعدة مميزة مطلة على فيو بيمتد من الجبل للبحر بالإضافة لمدينة بيروت. تتميز هالشقة بموقعها الرايق والقريب على أوتوستراد متن السريع، 240 متر مربع ببصليم، 3 غرف نوم وحدة ماستر، 2 أندرغراوند باركينج، بالإضافة لانتفاع من روف مساحته 200 متر مربع. كل هول حالياً بالسوق للبيع ب 495 ألف دولار. بجبل الزعرور بالمتن وعلى علو 1500 متر عن سطح البحر، فيلا كتير مميزة للبيع. شو تفاصيلها؟ منشوفن سوا. فيلا معمرة على مساحة أرض 1000 متر مربع، 180 متر مربع
تراس مزروع جازون، 650 متر مربع جنينة مزروعة شجر فواكه. فيلا مؤلفة من 3 طوابق بمجموع سكن 350 متر مربع، بتتميز بمدخلين، مدخل أساسي ومدخل من الجنينة للطابق الأرضي. الطابق الأرضي مساحته 85 متر مربع، مؤلف من تي في روم وغرفة إلا حمامة بالإضافة لكيتشينات. طابق المدخل الأساسي لهالفيلا مساحته 200 متر مربع، مؤلف من 3 ريسبشن أرياز، مطبخ، تواليت وغرفة نوم. كل هالأريا هون بتطلعنا على تراس لبرا. ثالث طابق من الفيلا مساحته 65 متر مربع، مؤلف من غرفتين نوم وفي لهم تواليت مشترك، وكل غرفة نوم إلها خزانات خشب بالحيط. الفيلا بالزعرور تتضمن عدة مواصفات: فولي ديكوريتد من جوا، بلاط رخام، تلبيس صخر على الحيطان وديكور جفصين، فولي إكويبت كيتشن، هيتر على الميزوت وشوميني بالإضافة لسقف أرميد. 350 متر مربع سكن، من ضمنهم 4 غرف نوم على أرض 1000 متر مربع بالزعرور، بالإضافة لجنينة مساحتها 650 متر مربع وخزان مي بسعة 145 ألف لتر، حالياً للبيع بمليون ومئتين وتسعين ألف دولار. ذكر تقرير لبنك ستاندرد تشارترد أنه أسعار العقارات السكنية بدبي مستمرة بالارتفاع على خلفية تعزيز الطلب وتحسن أداء قطاعات الاقتصاد الأساسية. وأكد التقرير أنه بعد فترة انكماش شهدتها أسعار العقارات وحجم الصفقات بال2009، عاد السوق العقاري بدبي الانتعاش تدريجياً بال2011، ولفت لعودة الثقة إلى السوق بشكل بطيء ولكن بثبات. وأشار ستاندرد تشارترد إلى أنه من سنة وحتى اليوم ارتفعت أسعار العقارات السكنية بدبي تدريجياً بنسبة 38% للشقق و24% للفلل. مشاهدينا، بدي أشكركم لمتابعتكم الدائمة لبرنامج Property Yours. أصداء كتير حلوة عم نتلاقيها منكم، مش بس من لبنان، كمان برات لبنان. Property Yours عم بيكون تأثيره كتير مهم بتشجيع المغتربين اللبنانيين أو حتى الأجانب بالتملك بلبنان. خليكن عم تتواصلوا معنا عبر الأرقام اللي عم تقطع على أسفل الشاشة وعبر info@propertyyours.com. وللمزيد من المعلومات خليكن عم تتابعونا على propertyyours.com وعلى فيسبوك. كما وفيكن ترجعوا تحضروا إعادة لحلقاتنا على mtv.com.lb/programs لتعرفوا شو في عقارات جديدة وأهم المستجدات بالقطاع العقاري بلبنان. تابعونا بحلقة بكرة وبنفس الوقت. بونسوار.